عائلة شاد أوغلو. أنا ما قلت لك ممنوع تفوتي على هالقصر مرة ثانية يا عزيزة؟ مشان شو جاي لعنا من عند الصبح خير إن شاء الله؟ معك أسبوع واحد نصوح. أسبوع واحد لشو عزيزة؟ بعد أسبوع واحد بس من اليوم رح يصير لازم تاخد إذني لحتى تقدر تفوت على هاد القصر مرة ثانية يا نصوح. بس طبعاً أنا مالي مثلك، أنا بتعامل مع كل يلي بيجوا لعند باب بيتي حسب الأصول. شو خبية تحت لسانك؟ احكي وخلصيني يا عزيزي، شو القصة؟ القصة أنه خلصت المهلة يلي عطيتك ياها نصوح، ومقابل ديونك يلي ما قدرتوا فيها لحد هلأ أنا تصرفت، واليوم رح يجيك بلاغ من المحكمة بيقول أنه عزيزي أصلاً حجزت على قصرك يا نصوح. أنا قلت لك قبل إني رح أخذ منك كل شيء، وهذا القصر هو كل شيء بتملكه. هلأ إجا الوقت لأخده يا نصوح. ما كفاني إني شتت عيلتك وفرقت بينكن، ولا إني وسخت سمعتك، ولا كفاني شرف عيلتك. لهيك أخذت منك بيتك كمان. لك أنت شو عملت يا عزيزة؟ عملت اللي قلته ووعدتك فيه لا أكثر ولا أقل. وهلأ معكن أسبوع لتضبوا غراضكن وتمشوا من هون. فضوا لي قصري. وبعدها بصير فيكن تعملوا شو ما بدكن، احملوا حالكن وامشوا من هون وبعدوا عن عيلتي وكفوا بلاكن عنا. كنت واقفة هون بالضبط لما هددتك بهالشي يا نصوح. قلت لك رح نشوف مين اللي رح يطلع من هاي الضيعة مزلول وما معه شي. وعزيزة قد كلمتها.